ضمن برنامج ختام فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018، أقيم المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة تحت رعاية ملكية سامية من جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وبتنظيم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والأثار تحت شعار جميعا من أجل حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف. رسالة المحبة والسلام والإيمان بأهمية الثقافة العربية والإسلامية كأسلوب حضاري للمقاومة في وجه التحديات العربية والإسلامية وتحويلها إلى مصدر للاشتغال الثقافي والموسيقي والأدبي والفني. أقيم في العاصمة المنامة المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة تحت رعاية ملكية سامية من لدن جلالة الملك المفدى بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد قفير من وزراء ثقافة الدول العربية والإسلامية. نجتمع اليوم في مملكة البحرين مؤمنين بالثقافة أسلوباً للمقاومة لكل ما تواجهه بلداننا العربية والإسلامية من تحديات كبيرة، متخذين من أرثنا الإنساني ومقوماتنا الحضارية وسيلة نرتقي بها بين الأمم ونحول بها بلداننا من البلدان المستهلكة للثقافة إلى بلدان منتجة ومصدرة للاشتغال الثقافي الأدبي والمعرفي والموسيقي والفني. هذا المؤتمر يعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز التعاون مع بقية شعوب العالم، لأن الثقافة تبني العقول وتقرب الشعوب بعضها من بعض، ونحن نرث ثقافة إسلامية متسامحة وإنسانية يجب أن نجليها وأن نزيل ما يلحق بها من شوائب يرتكبها من يدعي أنه يمثل العالم الإسلامي وهو بعيد عن تمثيل العالم الإسلامي. ولتعزيز التقارب بين شعوب العالم وحفاظا على الإرث الحضاري والثقافي، شارك في المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم 57 دولة وممثليهم، بالإضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالعمل الثقافي. أنا واثق أنه ما سوف يخرج بهذا المؤتمر من نتائج جدا إيجابية ومن وراق تخدم العمل الثقافي الإسلامي وينصب فيما يعني يتعلق في العمل الإسلامي. الحقيقة بداية الانفتاح في يناير كنا حاضرين، من يناير الآن مملكة البحرين قدمت العديد من المشاريع الثقافية الإسلامية. البحرين حاضنة الثقافة، البحرين رائدة خليجية في حفظ التراث الثقافي. نحن هنا كذلك المشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي نؤكد في حقيقة أن الكويت حاضرة في جميع القضايا العربية والإسلامية، مشيدين بدور البحرين في رعاية هذا المؤتمر وتوفير كل ما تحتاجه هذه الدول الإسلامية، وليس بغريبا حقيقة على مملكة البحرين الذي نتمنى لها مزيدا من التقدم والنجاح. أعتقد أن البحرين حقيقة قدمت سنة من الأعمال ومن المشاريع ومن البرامج ذات صلة بهذه العاصمة، عاصمة الثقافة الإسلامية، أعمال مهمة وأعمال وجيهة تبين هذا المدى الذي تسخر به البحرين، مملكة البحرين، يعني من حيث العمق الحضاري وهذا التجذر الإسلامي وهذا العمق التاريخي الذي يحدثنا بما لديها من حقيقة من إمكانيات ومن مراجع مهمة جدا في هذا الاعتبار. هذا وناقش المؤتمر عددا من المشروعات والمبادرات الثقافية المهمة لاعتمادها، ومن بينها مشروع تقرير الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في القدس الشريف، بالإضافة إلى مشروع المنامة لتفعيل العمل الثقافي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب، واللذان سيحولان نتائجهما إلى واقع وحقيقة ملموسة. يعد هذا المؤتمر الذي يشارك به أكثر من 50 دولة خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتقارب بين شعوب العالم، كما جاء للاحتفاء بالمحرق
عاصمة الثقافة الإسلامية 2018 لتوارثها الهوية العربية الأصيلة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.